interact with UI قبل كيف ما قلت لكم ما نبداو الهضره على the buttons والايميجز وداك الشيء كيفاش نهضروا عليهم في 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 في, في في الاندرويد غادي نهضروا على واحد الحاجه اللي مهمه بزاف اللي خصكم تفهموها والله يعطيكم الخير والله يعطيكم الخير ركزوا معايا في هذه البارتي هذه هي الحرفه الحرفه ديال بروجي موبيل بروجي موبيل اون جينيرال كيف ما بغى يكون باي تكنولوجي كيفاش يبدا ما هي بدايه مشروع موبيلي دونك هذيك البدايه ملي تنبغيو نبداو في الاول خصكم تفهموا ديك لي بروسيسيس ديالهم بحال تنقولوا كيفاش تنتجوا الحديد تنجبدوا من الارض كذا التعدين وهذا توصلوا للحديد بحال هكا كتفهموا داك البروسيسيس كيفاش تيدوز لو بروجي كيف تيبدا اول ايطاب نديرو شير اول ايطاب هي البرين ستورمين برين ستورمين هو الناس تنجمعوا تيكون مثلا الكليان تيجي تيقول لك اودي بغينا نصاوبوا شي ابليكاسيون ديال الماكله تي ريزيرفي فيها الناس الماكله كيفاش غادي هاد الماكله بغينا نديرو واحد لابليكاسيون الناس يدخلوا لي كوموندي فيها الماكله بحال الديكور دي. تيجي يقول لك بحال هكا بحال الديكور ديال الجوميا ولكن تاع الماكله وتكون مثلا تختار في لي كاتيجوري واش بغيتي هذا اولا تيجي عندك تيقول لك بحال كيف ما كنا صاوبنا في مراكش سميتها سوشي بوان ام ا ابليكاسيون غير ديال السوشي واخا انا ماشي تسمع كتجي تبدا ابليكاسيون خصنا برين ستورمو كيفاش واش الناس ملي بغي يختار الماكله واش غناخذوا البروفي واش ناخذوا سميت واش ناخذوا غير نمرته اولا ناخذوا لي زانفورماسيون كلها واش يتكونيكطا بالجيميل تنت برين ستورمو متفقين ملي تنت برين ستورمو تندوزو تنبدا نصاوبو شي تسمى الواي فريم بحال تنشدو تنصاوبو ان كروكي غنوريكم كيفاش باش ما ننقزوش المراحل تنجيو تنصاوبو كروكي كيف ما بحال هكا شتي تنجيو نرسمو بحال هكا تقولك شوف هنا بغينا نديرو التصوير هنا بغينا نديرو هاكا كنبقاو نسكيتشيو بحال هكاك ومن موراها تنجيو نديرو واحد الواير فريم اللي شي شويه مقاد تيقولك هنا غادي نديرو التصويره هنا غادي نديرو التكست هنا غادي نديرو بتي بوكس واير فريم هذا تنديرو غير باش نتفاهمو حنا في برين ستورم برين ستورمين وهذا هو اللي تنعطيو للديزاينر تنقول ليه عافاك اولدي الله يرضي عليك دير لنا شي ديزاين اللي احترمنا هذا البلان هذا بحال سميتو الاركيتكت الكليان مع الكليان تيجي يقول لي بغيت بيت صالون كوزينه هنا غير تيصمم لي في ورقه الاركيتكت تيجي تيدير الواي فريم هو البلان وهذاك اللي غادي يجي يبني الدار هو اللي تيجي يدير الالوان والصباغه وداك الشيء داك الديزاين انتيغيور وهذا وكلهم وبيروديتيد وكاع داك الشيء ياك تيجي لنا الديزاينر تيصاوب لنا الديزاين عاد تيجي الناس ديال ديفلوبور تيحاولوا داك الديزاين تيحولوه ابريال دونك دابا هاد اللعيبه من هنا لهنا هذيك لا بارتي ديال الديزاين ديال الواير فريم كاين دي لوجيسيال اللي تنصاوبهم بها كاين سيدنا كاين فوتوشوب لا سمحوا لي شتي ملي بدات تكون كتبتي لي نوت ديالك في ورقه تتغلط قبل ما ندوزو الديزاين تول ارانا البرين ستورمين الله يعطيكم الخير في البرين ستورمين تنبقاو ضايخين كيفاش بغينا هاد لابليكاسيون زرقاء حمراء باش نقربوا شويه الصوره لهذاك هذاك لو ديزاينر دونك شنو كاين دي سيت اللي تنبرين ستورمو فيهم بحالاش بحال مثلا كاين دريبل تجيو مثلا دريبل تلقاو انتم تشوف لي زابليكاسيون بغينا حنا ابليكاسيون ديال فود تجي تكتب مثلا فود اب دير هكا تلقى هكا فود اب كذا نجي نشوفوا شي وحده شوفوا مثلا هادي خصني تكونيكت بالجيميل ديرو كونيكت باش ماشي مشكل دونك تجي تلقى بحال هكا ديف هاد هو اللي ردني لحد الشيء كنت قديم فود اب دونك بحال هادي فود اب راه هادي فيها الطاقه هادي فود اب ديال الاناناس الموز والجزر هادي فود شي ابليكاسيون زوينه هكا تتبقى تانسبيرا في العاود اللي نديرو بوطون هنا راه نديرو هنا في العاود اللي نديرو لي كاتيجوري غير سامبل هاري حيت لو ديزاين زعما راه اي تري امبورطون شوف بحال دابا ديك دايره نديرو هكا لا ما جاتش هكا شوف نحيدو داك الشيء ونديرو بحال هكا هذيك بحال هكا بحال هكا هو لا بارتي ديال البرين ستورمين رانت انسبيرو من ماكدونالدز نديرو موني كبير بحال هكا بحال ماكدونالدز تقد انسبيرا كاين سيت اخر كاين دي سيت اخرين ديال الانسبيراسيون كاين بيهانس هذا هو باهم بيهانس تجي تكتب مثلا فود اب هذا ماشي بالنسبه للكليان حتى انت دابا غدا الا بغيتي كيف ما قلنا بغيتي تدخل الدومين تاع كود كاني وبغيتي تحط ابليكاسيون بيان سور تصوب لها ديزاين
تجي تانسبير هنا. وكاين بزاف المرات تلقى هاد لي بحال مثلا الانترفاس تلقى مولا حاطو لك الا بغيتي تيليشارجيه فابور تتشدو انت تتعدل عليه تبدله هنا وهنا. بحال دابا هادي مثلا فود ديليفري اب تيشرح لك تيقول لك كذا وكيفاش هذا وكيفاش جاتو الانسبيراسيون شنو هما لي زيكون اللي متبع شنو هو سميتو لا تيبو لي كولور دو باز لو تيكست تيكتب لك العلم 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 ديالها لي زانترفاس ديالها كلهم ها من تتبدا تتشجع تيفيريفي لك الاو تي بي النمره ديالك. بحال دابا انت عندك شي سوتنونس ولا شي بروجي ولا هذا تقدر تانسبيري من هنا حيت كاين ما تكونش عارف شنو هما لي بروسي ديال لابليكاسيون كنت تانسبيري من هنا صافي تجي تبدل انت ليماج وتبدل التكستات واللعيبات ها تقدر تهزها كاع كلها. شكون اللي الاستاذ ديالك عارف بيهانس كاين الاساتذه اللي تعرفهم anyway. دونك ملي عم غول ليستيو ملي نقلبوا على كاع الماكولات كنقلبوا عليهم واش بالطريقه ولا بلا تصويره بالتصويره واش نحطوا الريتين ولا ما نحطوش واش نحطوا شحال المسافه باش بعيد علينا على الدار اكسيترا. دونك هذا هو البرين ستورمين. باش تبرين ستورم خاصك تمشي تدخل تانسبير ليا مع راسك بزاف لي سيت كيف ما قلت لكم كاين هذا كاين بيهانس وكاين وكيف ما قلت لكم كاينين دي سيت اللي تعطيكم دي تعطيكم ريسورسز اللي تقدر تيليشارجيهم الا بغيتي تيليشارجي طونكو ديزاينر لي باهم هو فري بيك لي مش لي معروف. بحال دابا مثلا انت بغيتي تقلب مثلا على على اب يو اي بغيتي دي بوطون بوطونات وهذا تجي تدخل هذا تلقى هذا السيد حد ولد الناس لي ديزايناهم وحاطهم لك الا بغيتي تيليشارجيهم. دونك انت غادي يعطيك التيليشارجي هذا كله الكيت كله ان كيت فيه بزاف لي زيليمون تقدر تستعمل تيليشارجيه وتخدم به. كاين عاوتاني هاد سكيتش اب سورس حتى هو تقدر تيليشارجي منه دي تروك. دونك كاين بزاف دونك هادو هما الحوايج اللي بغيتو تعقلوا عليهم بيهانس دريبل وكاين بزاف. المهم بيهانس دريبل هما مزيان بالنسبه ليا. دونك حنا دزنا لابارتي وي كيستيون عفوا وي هاد لي 3 سيت لي غير الموبيل سي صح سمعتكش؟ لا لا اي حاجه غنجيو نديرو مثلا كورونا فوتوغرافي بغيتي شي فوتو ديال كورونا اي حاجه هادو لي سيت ديال لاف شكلت كورونا دير هاي كورونا بغيتي دير حتى شي بوبليسيتي على على كورونا وتتانسبيرا كيفاش دير ليها مثلا عرفتش واش ديجا حاط فيها شي واحد شي حاجه واش حاط واش كورونا كاع زوينه بحال هكا الدور زوينه قال الناس تكون حاطين كوفيد وقيلا كوفيد انا يمكن شوف هادشي راه محطوط قبل 2020 هو صافي بحال دابا زوين بحال دابا انت بحال دابا دي بوستير على على بحال دابا بغيت دير مثلا شي بوستير على الكونفينمون حيت الناس تبقاو جالسين في لي بالكون ديالهم فهمتي لوك داون شتي تحس بكاين بزاف فوتوغرافي هذا تو سكي ار كيف بيهانس ودريبل حتى لي سيت ويب كلشي كلشي بغيتي دير مثلا شي بوستر ها هو هذا مكتوب دير شي تقريبا بحال الستيل ديالو. دونك فوالا فويلو من بعد عندكم الدراري شي سؤال اخر في هاد لابارتي ديال البرين ستورمين التغذيه البصريه لا لينا مور من موراها عندنا سيادنا لابارتي ديال ديزاينين تول هاد السيد هذا هاد ديزاينر هذا فين تيصاوب هاد الديزاين فين واش الديزاينر تيصاوب ديزاين في باوربوينت ولا في بانت ولا في ليكسيل ولا فين فين هما لي لوجيسيال اللي الديزاينر تيصاوب بهم وغنوريهم لكم بواحد بواحد هاد الشباب والشابات. كاين فوتوشوب اللي كما تعلمون فوتوشوب تقدر تصاوب فيه الديزاين ديالك ديال السيت ولا ديال ان سيت ولا ديال اون ابليكاسيون موبيل حيت دابا انا البي سي هذا ما نقدرش انستالي فيه كراكي ولا خصك تشري انا ما عندي ما ندير فوتوشوب لان ماشي ديزاينر. كاين تستعمل حد السيت انا ديما هو فوتوشوب اون لين سميتو فوتوبيا ها هو بحال دابا فوتوشوب تلقى فيها ديزاين بحال هكا هانتوما هاد الديزاين هانتوما بحال تيجي تحط لك الديزاينر بحال هكا طاق طاق تلقى تيكست بتبدل هنا تنقص هنا هذا فوتوشوب شتي تيعطي لك بحال هكا تيقول لك السي فلان السي حكيم ولا السي عبد الله ولا كلكم ان شاء الله ها انت ها الانترفاس الاول ها الانترفاس الثاني ها الانترفاس الثالث هادشي كلشي تيعطي لك بحال هكا تيصاوبو فوتوشوب
لوتي الثاني اللي اللي دابا ولا هو الطوب اللي سميتو سكتش. سكتش سكتش هو هذا بحال دابا داك الديزاين اللي وريتكم نيت فوتوشوب، ها هو في سكتش. شوف سي تجي بحال هكا طق طق، بدلو هنا شي سميه، نجي نكتبو هنا ماركي دونك بحال هذا. لوجيسيال تقدر دير فيه بزاف د الحوايج. هادشي كلشي اترسم هنا، حيت دابا انا هذا ديزاين اللي تيليشارجيتو موجود، ولكن هادشي كلشي اترسم هنا. يعني انا دابا غادي نجي نصاوب بوطونا ولا نصاوب هادشي، تحط داكشي هنا وتصاوب داكشي، فهمتي؟ ثاني هذا فوتوش، هذا سكيلز. ديزاين لوتي التالت هو فوتو ادوب اكس دي، ادوب اللي تابع شركة ادوب اللي مصاوبة فوتوشوب، هو ده ادوب اكس دي اللي هو هذا ادوب اكس دي، هو هذا اللي هو تقريبا هو بحال دابا الديزاين هذا. ها هو تجي تشوف مثلا هذه اون ابليكاسيون ديال الماكله، هانتوما ابليكاسيون هو تيعطيك كاع لي زانتيرفاس، ها انت اللعيبات طق هادو اللي تيبان لك هنا. هذا ديال انا نشرح لكم من بعد ديال، تقول لك هنا هادو فوالا لي زانتيرفاس كرييت اكونت. هذا لا بغيتي سيرش، هذا هو الديزاين ديال لا بارتي سيرش. هذا ديال سيرشيتي على شي حاجه كيفاش غادا تبان في الويب، تيجي تصاوبك حتى لانتيرفاس ويب، تيقول لك كيفاش غادي يبان الايباد از ويل. دارك مود، ما عرفتش واش تعرفوا الدراري بزاف دارك مود، ولكن راه حاجه مهمه دابا خصكم تفقهوا فيها شويه الا بغيتي تسويتش التليفون في ديك دارك مود. لابليكاسيون هكا تكون في الدارك مود، دونك انت تيجي ديزاينر تيصاوب لك هذا الشيء. ملي تيصاوب لنا هذا الديزاينر هذا الشيء، تيعطيه الكلاينت و تيشوف الكلاينت، يقول ليه اش الكلاينت هذه هي لابليكاسيون ديالك هكا غادا تولي، ملي عندي ديفلوبيها لك هكا غادا تولي، ديزاين تي ديزاين لك هكا غادا تولي. الكلاينت تي ابروفي ولا ريجيكتي؟ ملي تي ابروفي، ملي تي ابروفي تندوزو لوتي دو كولابوراسيون. صافي ديزاين ابروفا، دابا خصنا لما نعطيوها سيدنا خصنا نعطيو للديفلوبرز باش هما غادي يخدموا عليه، فاهمين؟ ديفلوبرز باش يخدموا عليه، ما يمكنش انا ديفلوبر غادي نجي انستالي سكيتش او لو فوتوشوب ونبقى نهز منه التصاور والبوطونات وداك الشيء، ما عندي بان ندير انا بداك الشيء. كاينين دي زوتي اللي تياخذوا الديزاين مع الديزاينر وتيحطوه لك انت كوم ديفلوبر، تيحطوك دي زيماج، تيحطوك داك الشيء باش انت تقدر تهزهم وتحطهم في الكود ديالك. لوتي اللي كاين سميتو اللي معروف بزاف هو انفيجن. واش حل هنا اكزومبل ديال انفيجن او لا؟ لا ما حلوش، ما حلوش. كاين انفيجن، كاين زيبلاين، زيبلين، وكاين ادوب اكس دي اللي اصلا انت دابا اللي وري اللي خدمت تقدر دير فيه الديزاين، تقدر دير فيه يكون ان لوتي دو كولابوراسيون. انا نشوفو دابا هاد لوتي دو كولابوراسيون اللي سميتو زيبلاين. دابا هاد الديزاين انا اللي صاوبت، هاد الديزاين اللي صاوبت انا، مثلا ديزاينر صاوبت هاد الديزاين هنا في سكتش، غادي نعطيه للديفلوبر باش يخدم به، باش يمشي يحطو في لابليكاسيون. تنجي تنحطو في زيبلاين، في زيبلين. ملي تحطو في زيبلين تيولي بحال هكا، ها انتما شتي تيولي بحال هكا. وتنزيد لي ديفلوبور كيف ما زدت قبيله باش نتيستي، زدت قبيله حكيم وزدت ساميه، وبغيت نتيستي واش خدام ولا مخدامش هاد اللعيبه، حيت هو هذا خصك تخلص بالفلوس. انا كريت بيزك اكونت باش نشوف واش يعطيني الحق نكري الممبرز ولا لا. دونك هو اللي ان شاء الله غادي نزيدكم فيه باش نخدموا، هذا هو التمرين الجاي اللي غنخدموا عليه. دونك تيحطنا لي زانتيرفاس بحال هكا، هاك تيقول لك هذا. دونك انا مثلا غنبغي نخدم، غنبغي انتيغري هاد لانتيغفاس هكا، تنجي تنكليكي مثلا اشمن لون استعمل هنا، تعطيني الكود ديال الكولور. اشمن تيبو استعمل هنا، كولور البيض، شحال لاطاي ديالها. دونك انا متمشي الكود ديالي تنبروغرامي داكشي، فهمتي؟ ها هو تيعطيك، حتى الا بغيتي هاد واجده، هاي هاي الا بغيتي هادي مثلا تاهي واجده، لا بغيت هاد البوطونه لا تعطي، حيت انا تستعملو بزاف انت ناخدش من عندو الكود جينيري، الكود جينيري ما تيكونش ديما صحيح، ولكن مزيان تجرب باش مره مره. انا تناخد منه المعلومات، اشمن فونت استعمال، اشمن كولور استعمال. مثلا كاينه شي تصويره بحال هاد التصويره هادي، هاد التصويره فهمتي، نتيليشارجيها نهزها نخشيها عندي في الكود اكسترا اكسترا. غتقولي الدراري ناقصه شي حاجه، حيت دابا دي ابليكاسيون شويه سامبل، بان لكم هنا فين كاينه الانسكريبسيون، هنا فين كاينه ملي تيدخل لاباج داكوي. الا كان شي ابليكاسيون معقده باش تعرف انت الفلو، هو كيفاش، شنو ليكرون، شمن ليكرون غادا دير ليكرون. دابا تخيلوا معايا انا صاوبت هادشي كله، ولكن ملي عاد تجي تصاوب لي ليان بيناتهم
واش فورغيت باسورد تكون قبل هادي ولا مور هادي ولا هادي، متفقين؟ شفتوا شنو بغيت نقول لكم؟ زعما دابا حنا كنا عارفين ان لانسكريبسيون من موراها كاين لانسكريبسيون كاين لا كونيكسيون، ومن موراها تديك لا باج داكوي. ولكن الا كانت عندنا ابليكاسيون معقده اللي فيها الخلاص، اش من ستيب اللي خصها تكون؟ واش الاولى الثانيه الثالثه؟ كاين في هاد مثلا في هاد ادوب اكس دي تتصاوب لي ديزاين كلهم وتجي تقول لهم خوتي راه هاد لي زانتيغ بحال دابا هاد لابليكاسيون. دابا انا شكون شكون ليكرون الاولى، شكون الثانيه، شكون الثالثه، شكون الرابعه؟ ما فهمتش انا. دابا ملي نجي ندير لي ليزو بيناتهم ما فهمتش. الديزاينر تيجي يصاوب لك شي تيتسمى بالفلو، تيصاوب لك الترتيب. انت بيان سور ما تشوفوش بهذه الطريقه هذه. اش تجي تجي تدير تدير بلاي، تيبان لكم بلاي تعطيكم بحال هكا، تعطيكم سو فورم ان ابليكاسيون، تيبان لك كيفاش خصها تخدم. بحال دابا هو باغي شي انيماسيون في شكل، ملي عتبغي تسجل باغي البوطونات تبدل اللون ديالها، كيفاش يقولها لك؟ هو يقول لك رد لي زرقاء. كاين فلو الانيميشن فلو، تيعطي لك بحال هكا، تقول لك كليكي دابا تنكليك ديرها ديرها. دابا راه ماشي ابليكاسيون، ديرها انيماسيون خارجه من الديزاين اللي صاوبها لي ادوب اكس دي، تيديرها سويت بالك بحال ابليكاسيون نيت. ها كيفاش تخدم داك الشيء، ها كيفاش تخدم داك الشيء، ها كيفاش هو تديرها، ها كيفاش خصها تخدم هادي البركة ديالها، كيفاش خصها تخدم هادي، ها كيفاش خصها تخدم هادي، هادي هادي كيفاش خصها تخدم. تشيك اوت نعمر هنا طاق، ندوز لابارتي ديال اختار معايش، بغيت التوصيله توصلني مع الصباح مع هذا. من موراها غادي يقول لي زيد لا كارت كريدي ديالك، ها هو زادها مثلا كونتيني، تعطيني الريسيبت بليس، تعطيني بحال انا هاد لي زيتاب هادو. كون ما خونا الديزاينر ما شرحش لي بحال هكا دون مانيير سامبل صاوب لي هاد الانيميشن فلو ما نفهمهاش، كاين ولا ما كايناش؟ قولوا لي يا ولاد الناس، شي بصح ولا ماشي بصح؟ ها كاينه كاينه. دونك فوالا، كل ما جاش انا صوب ليه بحال هكا ما غاديش نفهم. ها هو انا ساليت من هادشي، فين نرجع فين دوك بحال دوك تفهمنا. دونك بوغ ريكابيتولي، قلنا تنبداو بالبري ستورمين، من موراها تيجي الديزاينر تيصاوبنا هذاك الشيء. ولكن تي صاوبنا هذاك الشيء كاين واحد لوتي دو كولابوراسيون اللي يتفاهم هو ولي ديفلوبور، فهمتي؟ وتا البروجيكت مانجر فين اش من انترفاس وصلنا ليه، اش من هذا، اش من ها كيفاش خصك دوز، ها كيفاش. من موراها كاين شاف دو بروجي اللي غادي يراقب لنا لو سويفي ديال لو بروجي، اش منطاش فيها حنا، شكون اللي ما فيهاش حنا، اللي هو تيفهم مع الديزاينر وتيفهم مع الديفلوبور. هادوك الاوتي دو سميتو دو بروجيكت مانجمنت كاين بزاف، كاين بيز كامب، تريلو، مايكروسوفت، سلاك، جيرا، ازانا، اعطى الله الجد، كل واحد وكيفاش. انا شخصيا ملي تكون عندي شي بروجي بيني وبين صحابي هكا، تمشيش نخلص ليسونس بمليون ولا بشحال، تمشي ناخذ هذا فابور تريلو. تريلو هذا شوفوا سميتو زوينه تريلو. دونك تريلو تنجي تنكتب هنا تو دو ان بروغريس دان دوكيمنت بوك بوك دان. دونك صافي تنجي تنبقى هذه اللي سالات اللوحه هنا، اللي ما سالاتش رد هنا باش ما نكحزوش شي حاجه وخونا توصلوا شي انفيتاسيون. نوريكم مثلا البروجي اللي كنت داير انا هنا، شي بروجي اللي ما مثلا سواتر بحال مثلا تجي تودو، مثلا تودو انا كوم شاف دو بروجي عارف شنو تودو. اول حاجه خصني نصاوبو مثلا غنصاوبو باج لوغين، لا باج ديال الانسكريبسيون تودو، غنصاوبو باج دانسكريبسيون تانا يا دانسكريبسيون دانسكريبسيون، وغنصاوبو باج داكوي. باج داكوي باغون. دونك هاد باج لوغين تنجي تنافيكتيها لمن هادي غيتافيكت، ما عنديش انا بحال ما دابا كاين هنا نورمالمون تيولي بالك كاع الناس اللي خدامين معاك. مثلا نقولو حنا اسام بروبابلي ابخي غادي يقدر يكون عندنا حكيم، سامية، سميتها بزاف، هالة اكسيتيرا. دونك تنقول انافيكتيها ليه، غاتافيكت هو اللي مسؤول عليها، هو ملي تيسالي من تنجي تردوها، تنجي تسميو هاد لا كولون ان بروغريس راه خدام على شي واحد. هادي دان، نهار اللي تيسالي شي واحد تيجي تنديرو ليها دان، صافي راه كملات، صافي تبقى عندك ديما داك الاوفر فيو، فين وصلنا فين ما وصلناش، فين هذا فين هذا،
دونك ديما تتولي بحالك. هذا اوتي دو مانجمنت اللي تستعملو بزاف بزاف، عاد تزيد تصاور لي كولور ولا يبات داكشي كلشي داكشي غير استيتيك بحال كيف ما كان في البروجي هذا. بحال مثلا نو باردون هادوك سي كونفيدونسيال باردون، بحال هاد البروجي تيبقى بكولورات، تبقى دير داك الديو ديت شنو هو اخر نهار فين خصو ليفري، فهمتي؟ انت تشوف مثلا الناس تي كوموند تيجي تي كوموند لك تيقول لك اتونسيو با بور لا ريسبسيون، هذا الكليان تيقول لك هادي راه ما خداماش، هادي تيقول لك بون ترافاي، فهمتي؟ بحالك هذا هو اوتي دو مانجمنت. وكيف ما قلت لكم فروم ايديا تو بروتوتايب، يعني تدوز من هاد لي بارتي كلهم حتى توصل لابليكاسيون فينا. دونك بور جوست ريكابيتولي، هذا هو البروسيس كيف ما قلنا. اي مره متى تكون عندنا الخدمه، لاحظوا معايا الدراري غنشرح هذه القضيه هذه، راه نرجعوا للديسكشن ديالنا باش نكبروا التصوير فينا هو اليوم هذا. دابا الدراري لاحظوا معايا، اي مره ديما تيكون عندنا سكتش تتسكتشيها تديزاينيها، الكلاينت تي ريفيويها، لا ابروفاها، تندوزوا للمرحله الثانيه، ما ابروفاهاش ايتيريت، تتعاود تيستا سكتش تقديمه تيدخلوا هاد لي كولون هادو. جيرا هو اللي فيها لاطاش، لان حنا ما ندخلوا لشي حاجه الا كاين عندنا اون طاش، مثلا غنصابوا لا باج داكو لقيناها في جيرا ولا لقيناها في تريلو ولا لقيناها في اي بلاصه، عندنا هذيك لاطاش غنصابوا باج داكو. ان فيجن تيجي الديزاينر تيصاوب لنا لا باج داكو تيحطها لنا تما، ملي تيحطها لنا تما تريفيها الكلاينت، وديك الساعه تدوز، ملي تدوز تتعاود ثاني حنا غادي نبقاو غادي في البروسيس في البروسيس في البروسيس حتى توصلوا للديليفري. دونك ديما هذا هو البرانسيب، سكيتشيها ديزاينيها يكوديوها بويلديوها. نفس الشيء هادشي كاين في لي بروجي ديجيتال تقريبا كلهم، نفس الشيء بالنسبه للويب مثلا. الويب الويب هذا هو سميتو لو بروتوكول دو كومونيكاسيون. لي ديزاينر تيصاوبوا لنا الديزاين في سكتش، تيديروا لنا داك ستايل جيد، هو داك بحال قلتي الانيماسيون كيفاش خاصها تخدم، تيحطوه لنا في انفيجن اولا زيبلاين اللي وريتكم هاد اللوجيسيال هذا، تيجي الديفلوبر تيشد داكشي تيديفلوبي لنا تيصاوب لنا ان سيت ويب بحال هكا ديما داك البروسيس. تفهمنا الدراري؟ كاين شي حاجه ما واضحاش في هاد لابارتي هادي؟